وتشرب جوزة يا ابن الكلب يا واطي في حضن أسيادك. انت بتدخن وانت بتكلم أسيادك يا ابن، تقدر تكلم محمد بن سلمان يا ابن الكلب وانت بتدخن جوزة ولا سجارة حتى؟ تاج راسك. ومن ناحية تاج راسي لان انا راسي ارعى زي الصبر كده، يقعد واطيز واسعة، يقعد راسي تلبسه تلاقي عمال انا اعضعض في قولونه من جوه يا ابن الكلب. نعم ايوه نظرون علينا. اسمك ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ ما تاخدناش في الكلام. تنظرون علينا. اسمك ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ كلامك كثير يا بهجة، بسرعة يلا خلص. مش انا لازم اروضك عن نفسك يا عيل عشان تفتح خرمطيزك ولا زوفه كده من غير، مش لازم كلمتين حلوين يالا؟ انت في حد ناكك من غير ما يقولك كلمتين يتغزل في خرمك يقولك كلمتين يريحك خليك ريلاكس كده ولا اخدك ينفع؟ ما انت لو شحطولك مرة واحدة يا ابن الكلب هتقول لي ينفع كده يا عم بجد؟ مش المفروض تقدم لنفسك ولا البولبول بتاعك؟ اسمك ايه يا خاول؟ الحين تسمعني انت. اسمك الحنك؟ الحين تسمعني. تسمعني انت الحنك؟ ايه الحنك دي؟ حنك ايه؟ حنك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي محمد. محمد ايه؟ محمد علي طلال. محمد علي ايه؟ طلال. محمد علي طلال ايه؟ انت بتفتخر اسم جدك يا ابن الكلب يا واطي. يا دي يا ابن الشرموط، اسم جدك ايه يا ابن الكلب؟ يعني انت تشتم على الصباح يا بهجة. يا ابن الكلب يا واطي، في حد بيفتكر اسم جده يا ابن الشرموطه وتقول لي انت بتشتم؟ انا اصلي توي صاحي. طب يلا اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ابن الشرموط؟ نسيت يا قصمك صح؟ عرفت يا قصمك يا ابن المتنكه ان انت ما بتقولش الحقيقه. اسمك ايه يا واطي يا ابن الكلب؟ رد يالي. ليش الميوت؟ طيب ليش تحط الميوت يعني؟ يا ابن الكلب انا ايدي اهو. اسمك ايه يا واطي؟ اسمك ايه يالا؟ فك الميوت. طيب ليش يا دي يا ابن الكلب اشمعنى فك الميوت؟ طيب ليش بتقولها وبنسمعها منك مع ان ايدي اهي امام الشاشة؟ لا لا انا ايدي امام الشاشة وايدي اهي. ده قاعد بيشرب جوزة يا عم باقس، ده قاعد وبيشرب جوزة ما سمعتوش بيدخن؟ وتشرب جوزة يا ابن الكلب يا واطي في حضن اسيادك. انت بتدخن وانت بتكلم اسيادك يا ابن، تقدر تكلم محمد بن سلمان يا ابن الكلب وانت بتدخن جوزة ولا سجارة حتى؟ تاج راسك. ومن ناحية تاج راسي لان انا راسي ارعى زي الصبر كده، يقعد واطيز واسعة، يقعد راسي تلبسه تلاقي عمال انا اعضعض في قولونه من جوه يا ابن الكلب. نعم ايوه تنظرون علينا. اسمك ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ ما تاخدناش في الكلام. تنظرون علينا. اسمك ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ مش عاوز اقول. طب انزل تحت يا ابن الكلب. مش عارف ابوه يا عم باقس. مش عارف. يلا يا ابن الكلب انا ما بقعدش اعمل حوار مع واحد مش عارف يمينه من يساره ولا مين ناك امه. يلا يا ابن الشرموطه يا وسخ، صح من النوم تشرب جوزة يا كصمك؟ عيال بتاع مخدرات ولاد متنكة شراميط. يلا يا رجالة، عاشوا رجالة. ممكن تدي الياس كوهوس من فضلك؟ الياس 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 جيت. طب ثانية واحدة بس بشير بس لينك اليوتيوب بتاعت عم باجت فوق. طب انا بعت لك البتاع. يلا شاير يا عم شاير. يا رجالة الناس اللي موجودين على، لو تعرفوا تحطوا اللينك على القناة بتاعت السيكسيكا بتاع تيك توك بتاع تيك توك. مهند بيحط. مهند بيحط. يلا مهند حط. مهند من فضلك بقى هتلاقونا بنعمل بس مباشر يا رجالة. يلا يا رجالة ما كملناش لسه 3000 لايك، فاضلنا 100 لايك ونكمل 3000. يلا يا جدعان، يلا رجالة اللي موجود يعمل اللايك، اللي ما عملش لايك يعمل لايك ويعمل شير ويعمل كومنت ويعمل حاجة، قول يكتب قصوم السيسي أي حاجة، اكتبوا خرم السيسي عشان قصوم السيسي يمكن الناس بتتكسف تكتب، اكتب خرم السيسي، خرم ابن سلمان، خرم سلمان. يلا رجالة ابحثوا عن القناة يا جدعان. انا عاوز مهند كتب لكم. اكتبوا اسم القناة عشان
عشان القناه تظهر في الريكومنديشن. لما تيجي تعمل اسم تكتب اكتبها مره بالانجليش مره بالعربي،